جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. كل ما عم تكبري بالعمر حبيبتي، كل ما عم تزداد حكمتك وفهمك للأمور. أنا بفهمك، أنت بتقولي إنك أم لولدين، فالطبيعي إنك ما تبالغي بلبسك وشكلك قدام العالم. بكل الأحوال الذهب والفضة كمان والتياب المزركشة عبارة عن مظاهر وأشياء بتعملها المتزوجات جديد، مو أكتر من هيك. ايه صح، هالقصص انوجدت بس للمتزوجات جديد. أنا كبيرة شو دخلني؟ ايه مزبوط كبيرة، بس مثل الذهب، لأنه كل ما بيعتق الذهب كل ما بصير أحلى من الأول. حبيبي أنت جبت لي إياه؟ جبته بعيد الأزواج، كنت بدي أعطيك إياه بهديك الليلة بس الظروف ما سمحت بوقتها. انسي الموضوع، شغلات بشعة صارت وراحت وما في داعي نتذكرها، بس إذا بدك تتذكري شي منيح فتذكري شغلي واحدة وبس، إنه هذا الزواج وهذا البيت هنن لألك أنت، أنت وبس أميرة هذا البيت باللي فيه، وإلك كل الصلاحية فيه كمان. ولا تفكري أنا شو رأيي ولا شو رح أعمل، وأمي لا تفكري فيها أو شو رح تعمل. شيلي هالقصص كلها من راسك، ولا تزعجي حالك بشي شو ما كان الظرف، ولا تخافي من حدا واعملي اللي بتلاقيه مناسب. حتى أمي نسيها، هذا بيتك أنت ونحن كلياتنا إلك. عجبتك الهدية؟ كتير حلوة حبيبي، شكراً. ليكي مادفي، نحن مو لحالنا، بس خدي راحتك وما تخجلي من حدا. شو؟ ساقار عند الباب. لا لا لا، ما شفت شي، ما شفت شي، أنا رايح خذوا راحتكم.